ينضم إلينا الآن هاتفيا من القاهرة دكتور أسامة سعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. دكتور أسامة، بداية أرحب بك، يعني في ضوء ما يحدث في الأراضي المحتلة من تصعيد ورغم أن جولة بلينكين كانت مقررة من قبل ذلك، إلى أي حد فرض هذا التصعيد نفسه على أجندة هذه الجولة؟ تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد زي ما حضرتك أشرتي كانت هذه الزيارة زيارة مقررة من قبل، ولكن بالتأكيد تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة ستفرض نفسها وستلقي بظلال كبيرة على هذه الزيارة. أولا لأن الولايات المتحدة هي شريك أساسي في بناء عملية السلام، هي الوسيط التاريخي في هذه القضية، وأخذت على عاتقها أن يعني تكون طرفا فاعلا في هذه القضية، وبالتالي يجب أن يكون وزير الخارجية الأمريكي خلال هذه الزيارة طرفا فاعلا في محاولة التهدئة، في محاولة احتواء الأزمة، الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف مزيد من التصعيد وعدم اتخاذ إجراءات للعقاب الجماعي للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى لا تنفلت الأمور وحتى لا تخرج عن نطاق السيطرة. بالتأكيد الولايات المتحدة ورغم الكثير من الانتقادات التي توجه لدور الولايات المتحدة ومواقفها خلال السنوات الماضية، لكن بالتأكيد هي لا تزال شريكا مهما ومؤثرا، وباعتبارها القطب العالمي الأوحد حتى هذه اللحظة تمتلك أدوات كثيرة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، تمتلك أيضا أدوات من أجل تسيير عملية السلام والوصول إلى حل الدولتين. وبالمناسبة حل الدولتين هو في الأساس التزام أمريكي، وبالتالي الولايات المتحدة يجب أن تتصدى لأي محاولات لتقويض حل الدولتين، وأن تتصدى كذلك لكل محاولات التصعيد التي ستؤدي إلى انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة، بما يضر بمصالح كافة الأطراف الموجودة في المنطقة وتهدد الاستقرار والسلم في المنطقة. وأعتقد أن هذه مسألة ومصلحة أمريكية في المقام الأول. نعم. طيب سيد أسامة، وأنت تتحدث هنا عن الوسيط التاريخي في هذه القضية الولايات المتحدة الأمريكية، ربما هذه الجولة والتي يعني تزامنت مع التصعيد الذي حدث في الأراضي المحتلة من شأنه أن يضع على عاتق بلينكين مهمة أكبر ربما من الذي كان من الممكن عليه إنجازها، وهو وضع خارطة الطريق أو خارطة للتهدئة الأوضاع في فلسطين. ولكن من ناحية أخرى يعني التصعيد في فلسطين هذه المرة ذهب إلى حد أن نتنياهو تحدث عن هدم بيوت عائلات من ضلعوا في عمليات قتل المستوطنين، وهذه ربما تكون بادرة جديدة أو خطوة جديدة تتخذها الحكومة الإسرائيلية ردا على ما يحدث. إلى أي مدى في رأيك سيستطيع بلينكين في ظل هذا التصعيد الكبير والجديد من نواحي عدة أن يصل بتهدئة ويقنع الطرفين بذلك؟ للأسف الشديد مهمة بلينكين ستكون بالفعل صعبة للغاية، لأنه سيتعامل مع حكومة إسرائيلية هي الأكثر تشددا وتطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية السابقة. أيضا ردات الفعل التي تابعناها على مدى الأيام الماضية لا تؤشر إلى أن هذه الحكومة ترغب في تهدئة الأوضاع أو الاستماع إلى صوت العقل. بالعكس، الإجراءات التصعيدية التي اتخذت عقب العمليات الأخيرة في القدس وفي بعض المناطق في الضفة الغربية أتصور أنها تزيد الأزمة اشتعالا ولا تؤدي إلى تهدئة الأوضاع. يمكن حضرتك أشرت إلى هدم بيوت لعائلات من قاموا بهذه العمليات، وأتصور أن هذا التصرف هو تصرف متكرر من قبل حكومات إسرائيلية، ولكنه بهذا التوسع وبهذا القدر من العنف ربما يؤدي إلى كما قلنا إجراء للعقاب الجماعي لأسر وعائلات فلسطينية. أيضا الحديث عن توسيع تسليح المستوطنين الإسرائيليين في مواجهة المواطنين المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني هي أيضا بادرة خطيرة وستؤدي إلى تفاقم الأمور. الحديث أيضا عن
اعتقالات لبعض المسؤولين الفلسطينيين، استهداف لبعض الشخصيات السياسية المؤثرة في داخل السلطة الفلسطينية وفي داخل الحركة السياسية الفلسطينية، هي أيضا أمور ستزيد الأمور اشتعالا. وبالتالي نعم. على بلينكين أن يتحرك أولا لإقناع الحكومة الإسرائيلية بأن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تهدئة الأوضاع، ولكنها ستؤدي إلى تفاقم الصراع وإلى تفاقم الأزمة، وستكون المتضرر أكثر. الأول هو الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي يجب فيما بعد أن يتم وضع خارطة طريق لمسار الحوار ما بين الأطراف الفاعلة في المنطقة، والأهم الآن أن يتم إيقاف هذه الإجراءات نعم. العقابية المتشددة من قبل الحكومة. طيب سيد أسامة، معروف أن السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل، هل سيضغط بلينكين في رأيك على الطرفين من أجل إعادة هذا التنسيق بما يؤدي ربما لتهدئة في الفترة القادمة؟ ورقة التنسيق الأمني هي كانت الورقة الأخيرة التي تملكها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل، واستخدمت هذه الورقة عندما رأت أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في نهجها التصعيدي التحريضي، نهجها في تأزيم الأمور في الأراضي المحتلة. المتضرر الأول من غياب أو وقف هذا التنسيق الأمني هي إسرائيل ذاتها، وأعتقد أن العمليات التي شهدتها الأراضي المحتلة على مدى الأيام الماضية كشفت أهمية التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، أهمية التعاون مع السلطة الفلسطينية حتى لا يتصل الأمور إلى منزلق خطير. وبالتالي عودة التنسيق الأمني يجب أن يكون مرتبطا بالتزامات واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية، يجب أن يكون مرتبطا باتفاق إطاري واضح ما بين القوى السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بضمانة أمريكية وبضمانة من الأطراف الفاعلة في هذه العملية، عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل ألا تصل الأمور مرة أخرى إلى حد الصدام وألا تواصل الحكومة الإسرائيلية تصعيدها. أما فكرة الضغط على السلطة الفلسطينية لإعادة التنسيق الأمني دون وجود اتفاق، دون وجود رؤية واضحة لإدارة العلاقة ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أتصور أنه سيكون أمرا بعيد المنال، فضلا عن أنه سيؤدي إلى إحراج السلطة الفلسطينية، وسيؤدي إلى الضغط من قبل الشارع الفلسطيني ومن قبل الفصائل الفلسطينية على السلطة الفلسطينية. وبالتالي يجب أن تتفهم الولايات المتحدة الحرج الذي تعانيه السلطة الفلسطينية، وأنها لم تلجأ إلى وقف التنسيق الأمني إلا ردا على الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية، ويجب أن يكون عودة هذا التنسيق مرتبطا باتفاق بضمانة أمريكية في المقام الأول. طيب في رأيك يعني لماذا لم تطرح إدارة بايدن ربما مقاربة لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل حل الدولتين؟ أولا إطلاق المفاوضات يرتبط بتهيئة الأوضاع على الأرض بين كل الأطراف حتى يمكن أن يكون هناك أفق واضح لعودة المفاوضات. عودة المفاوضات في حد ذاتها لا أتصور أنه هدف في هذه المرحلة، ولكن يجب أن تعود المفاوضات من أجل تحقيق أمر ما، لأنه في النهاية رأينا على مدى السنوات الطويلة الماضية جولات لا متناهية من المفاوضات لم تفضي إلى شيء ولم تنتهي إلى حل أو اتفاق. النقطة الثانية أن يجب أن تكون هناك أطراف راغبة في السلام، قادرة على صناعة هذا السلام حتى يكون للمسار التفاوضي قيمة وأهمية وينتهي كما قلت إلى اتفاق واضح أو خطوات ملموسة على الأرض. من الواضح أن السنوات الماضية كشفت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خاصة في ظل الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل لا ترغب في بناء مسار تفاوضي حقيقي من أجل السلام، غير مهيئة لإدارة عملية سلمية، هي تحاول أن تستخدم القضية الفلسطينية والصراع مع الفلسطينيين كورقة داخلية، ورقة انتخابية داخلية. وبالتالي في ظل هذه الأجواء أتصور أنه من الصعب الحديث عن إطلاق مسار تفاوضي يشير إلى أو ينتهي بإعلان حل الدولتين أو الانتصار لحل الدولتين. يجب الآن التأكيد على أهمية التراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة في الأراضي المحتلة، يجب أيضا أن يكون هناك إطار واضح من قبل داعمين دوليين وضامنين دوليين لأن تنتهي اتفاقات أو المفاوضات التي يرجى أن تطلق
في الفترة المقبلة إلى اتفاق ما أو إلى نقاط محددة. أما فكرة عرض أو طرح المفاوضات في هذه المرحلة في ظل هذا التأزم، في ظل هذا التوتر، في ظل هذا الاحتقان، أتصور أنها فكرة بعيدة تماما ولم تفضي إلى شيء. وأتصور أن الولايات المتحدة أول من تدرك أن الدعوة لإطلاق مفاوضات في هذه المرحلة لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وبالتالي يجب تهيئة الأوضاع أولا ثم الدعوة لاحقا لمسار تفاوضي يفضي إلى نتائج محددة. طيب سيد أسامة، يعني كيف تصف العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذا التوقيت بالذات، العلاقة بين حكومة جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الموجودة حاليا، في رأيك إلى أي مدى هناك يعني هل تتمتع الإدارة الأمريكية اليوم بذات التأثير الذي كان لديها في فترات سابقة على الإدارة الإسرائيلية أو على حكومات إسرائيلية سابقة؟ أولا يجب أن ننظر إلى العلاقة ما بين إدارة الرئيس جو بايدن وما بين إسرائيل من منظورين مختلفين. المنظور الأول هو المنظور الاستراتيجي الذي تعتمد عليه كل الإدارات الأمريكية، وهو النظر إلى إسرائيل على أو العلاقة مع إسرائيل على أنها علاقة استراتيجية، علاقة تتجاوز الاعتبارات الحزبية. لا يمكن الحديث عن اختلافات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في النظرة إلى إسرائيل كحليف استراتيجي، كالنظرة إلى ضمان أمن إسرائيل. وبالتالي هذه النظرة تؤكد أن الولايات المتحدة ستظل تدعم نظرية الأمن الإسرائيلي، ستدعم إسرائيل كدولة، الخيارات الإسرائيلية الاستراتيجية، سواء كان الرئيس الأمريكي جمهوريا أم ديمقراطيا. هذه هي النظرة الأولى. النظرة الثانية هي بالفعل هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن العلاقة ما بين إدارة بايدن وما بين الحكومة الإسرائيلية ليست على الوجه الأمثل أو كما كانت مع إدارات أمريكية سابقة. ليس سرا أن إدارة بايدن نفسها أشارت إلى أنها ليست مرحبة بوجود شخصيات محسوبة على تيارات دينية متطرفة في الداخل الإسرائيلي في صفوف الحكومة وفي أوساط الحكومة. أيضا الإدارة الأمريكية لم تكن ترحب بوصول بنيامين نتنياهو بشكل واضح سياسيا إلى سدة الحكم مرة أخرى، ولكن أتصور أن الحكومة أو الإدارة الأمريكية ستجد رغم كل هذا التوتر ستجد فرصة أو ستجد وسيلة للحوار مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الولايات المتحدة تذهب إلى انتخابات رئاسية مقبلة واللوبي الداعم لإسرائيل له تأثير واضح في الداخل الأمريكي، وبالتالي سيتم تسوية الأمور بشكل أو بآخر.